مساءكم سعيد مشاهدينا، اهلا بكم الى تغطيتنا لكل الاحداث. الحدث اليوم عودة الطفل امين ياريشان. ننقل لكم هذه الصور الاولى والحصرية دائما على الاخبارية الاولى في الجزائر للطفل امين ياريشان من داخل مسكنه وهو رفقة عدد من اصدقائه. اذا هذه الصور للطفل أمين ياريشان بعد عودته إلى مسكنه خلال هذه الظهيرة. إذن الطفل أمين ياريشان رفقة والده وكذلك عدد من أقاربه، والآن يلعب رفقة كلبه وهو يخرج الآن إلى الشارع. الصور الأولى التي ننقلها لكم على المباشر للطفل أمين ياريشان، والحمد لله عودته إلى مسكنه حي يرزق بفضل مجهودات قوات الدرك الوطني بعد لحظات فقط. نعم هذه الصور، سننقل لكم صور الطفل أمين ياريشان الذي خرج وعاد إلى أحضان المجتمع وهو رفقة كلبه وسط العديد من زملائه وأصدقائه في حي دالي إبراهيم. الصور الأولى التي ننقلها لكم مشاهدينا على المباشر للطفل أمين ياريشان، والكل يريد أن يأخذ صورة مع أمين ياريشان المختطف منذ 13 يوما. سنحاول أن نرصد لكم الصور الأولى لأمين ياريشان العائد بعد أيام من الاختطاف والحجز المتبوعة بابتزاز من قبل صديق والده المنفذ الرئيسي لعملية الاختطاف والاحتجاز التي تبعتها داخل مسكن بحي راقي بالحراش. وعملية استرجاع الطفل أمين ياريشان تمت في حدود الساعة 6 من صباح اليوم. الطفل أمين يعود والحمد لله إلى عائلته إلى أصدقائه ويخرج الآن كما تتابعون، ويخرج رفقة كلبه إلى هذه الساحة بالقرب من مسكنه العائلي بدالي إبراهيم. تلفزيون النهار ينقل لكم هذه الصور الأولى والحصرية لأمين ياريشان والذي يبدو أنه بصحة جيدة، صحة نفسية، والكل يريد أن يتحدث مع الطفل أمين ياريشان. رفقة والده. الآن نرصد لكم هذه الصور المعبرة، الصور التي تعبر عن كل شيء بعد أيام صعبة قضتها عائلة ياريشان. الصورة أبلغ من ألف تعبير. أترككم تتابعون مشاهدينا هذه الصور لأمين ياريشان الذي